اقطع الطماطم انصاص اللي احنا هنخللها. احنا مستخدمين هنا طماطم تشاري للشكل صراحه، لكن انتوا عندكم الطماطم العاديه بتاعتنا بس تجيبوها تكون صغيره علشان تكون مسكره وتكون جامده، ما تكونش طريه يعني، مش زي طبعا بتاعه الطبيخ. وهتقطعوها مكعبات. احنا بقى مستخدمين الطماطم التشاري دي عشان بتدي شكل حلو قوي في التصوير. تعالوا بقى نشوف هنعمل الطماطم ازاي. طيب عندنا هنا طماطم زي ما حكيت لكم كده، هي طماطم تشاري قطعتها انصاص، او طماطم بتاعتنا العاديه بس تكون صغيره عشان تكون مسكره وتكون ناشفه مش طريه، متقطع مكعبات. في الحاله دي هحط معاها ملح، هحط معاها ثوم مفروم، خل، زيت ذره، سكر. دي الطماطم المخلله اللي كلنا بناكلها سواء في البيت او في المحلات، وفي كمان احيانا بنضيف لها فلفل رومي او فلفل حامي اذا حبيته، بس هي الاساس بتاعها كده. هنعمل ايه؟ الزيت، وبتاخد زيت كتير، يعني دول معلقتين زيت كبار، هي بتاخد زيت كتير. خل ابيض، مش عارفه في ايه النهارده. نص الزيت خل، حطينا هنا زيت، خل ابيض، ملح، ثوم مفروم، سكر، وبعدين هننزل عليه الطماطم. هحاول اتاكد ان انا قطعتهم كلهم عشان لو في حاجه مش متقطعه نقطعها، محتفظه بالسكينه انا جنبي. الطماطم دي بقى تقعد معانا في التلاجة اسبوع، يعني نعمل منها ونحط في علبه ونفضل نسحب منها كل يوم كده جنب الاكل، بتبقى لطيفه قوي اهو. مفيش اسهل ولا اسرع من كده.